الإسراف والاستهلاك غير المتزن يمثلان تهديدا عالميا يشمل مساحة العالم، وعلى الأخص في البلدان المتقدمة، حيث يتزايد الاستهلاك بشكل واسع وتتزايد كميات المخلفات الناتجة عنه، وهو ما يؤثر على البيئة والمناخ عموما، لا سيما إذا تحدثنا عن المواد التي تنتج عن مصادر الطاقة والمصانع التي تؤثر على الهواء الذي نتنفسه. إن إعادة التصنيع للمواد المستخدمة ومخلفات الحياة اليومية الاستهلاكية ونتاج المواد الخام في المصانع والشركات ستقلل من مخاطر هذه المخلفات على البيئة والحياة وعلى المناخ العام، ولن يكون لها أثر سلبي على التوازن الطبيعي. إعادة التصنيع تعطينا القدرة على الاستفادة من موارد الطاقة من جديد، ويمكن تصنيعها لتشكل مادة خام من جديد. فمادة الألمنيوم مثلا يمكن إعادة تصنيعها والاستفادة منها بنسبة 35% بالطاقة اللازمة لهذه العملية التي تتم من خلالها إعادة التصنيع. إعادة التصنيع للأمور المستخدمة تقلل من نسبة المخلفات الضارة بالبيئة، وتقلل من نسبة التلوث، وتمنع ما نسبته 75% من تلوث الهواء في مجال إعادة تصنيع الأوراق فقط، و 35% من تلوث المياه. فمثلاً طن واحد من الأوراق المستخدمة ومخلفات الكرتون يمنع قطع 8 أشجار كبيرة من البيئة في مقابلها. الحاجة إلى إعادة التصنيع بكل ما تتطلبه من آلات ومعدات تزايدت بسبب الحرب وقلة الموارد في الطبيعة، وقد أجريت في هذا المجال العديد من البحوث. ففي أثناء الحرب العالمية الثانية بدأت الحملات الخاصة بالاهتمام بإعادة تصنيع المواد المستخدمة كالنفايات المعدنية والمخلفات الناتجة عن الكرتون والأوراق، والدول المتقدمة اليوم تقوم بعملية تحفيز حقيقية لإجراء العمليات الخاصة بالتدوير أو إعادة التصنيع وافتتاح المؤسسات والشركات الخاصة والعامة، لا سيما اليابان التي استمرت منذ الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا في مسار التدوير وإعادة التصنيع.